نعم، لا شك بأن هناك ميليشيات إرهابية كثيرة في سوريا تساند وتؤيد نظام الأسد، ومنها تنظيم البككة الإرهابي أو ما يسمى جيش سوريا الديمقراطية حاليا في منطقة الجزيرة والفرات وفي منبج وتل رفعت وفي بعض أحياء حلب. تركيا تريد تفكيك هذا التنظيم الذي ارتكب مجازر مروعة سابقا داخل تركيا، وحتى من فترة قليلة هو الذي أشرف ونفذ تفجير اسطنبول، وقبل ذلك في سروج وأورفا وماردين وديار بكر وفي أنقرة وفي بقية المدن التركية. ولذلك تركيا مصممة تصميم كبير جدا على تفكيك هذا التنظيم وإخراجه من منطقة الجزيرة والفرات، من أجل عودة أكثر من نصف مليون لاجئ سوري حاليا يتواجدون في تركيا. وإذا تم تفكيك هذا التنظيم وإخراجه من منطقة الجزيرة والفرات، يعني عودة هؤلاء إلى الحسكة ودير الزور ومنبج وتل رفعت وإلى حلب. هذا يعني عودة أبناء المنطقة الأصلاء إلى هذه المناطق وإلى هذه القرى والمدن. هذا أولا. ثانيا، كذلك تركيا ترفض رفض قاطع بأن تتواجد الميليشيات الإيرانية بالقرب من الحدود التركية في شمال سوريا، وكذلك ترفض تركيا أن تتواجد بعض الميليشيات الإرهابية المدعومة من قبل روسيا أو المدعومة من قبل النظام السوري أو من أي دولة في العالم في شمال سوريا أي جنوب تركيا على الحدود السورية التركية، لأن ذلك يؤثر على الأمن القومي التركي. هذا أولا. وثانيا، هؤلاء سيرتكبون مجازر مروعة بحق اللاجئين إذا عادوا إلى سوريا، ولذلك تركيا تريد أن تكون هذه المناطق أو هذه المنطقة من البحر المتوسط إلى الحدود العراقية هي منطقة آمنة من أجل عودة اللاجئين والنازحين إليها.